متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات. خلال عدد اليوم مشاهدينا سنتحدث عن الوضعية الجوية التي تعرفها الجزائر في ظل نقص تساقط الأمطار والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. ما تفسير هذه الوضعية الجوية التي تعرفها الجزائر والتي انعكست على محاصيل فلاحية؟ الحكومة تتخذ تدابير استعجالية لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية، ما مدى نجاعة هذه التدابير؟ الري التكميلي وحفر الآبار إجراءات لفائدة الفلاحين، هل ستنقذ الموسم الفلاحي؟ نقص في الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، ما تفسير الوضعية الجوية؟ مشاهدينا، نقاط وأخرى نناقشها بحضور ضيوفنا، ونسعد باستضافة كل من الأستاذ صادق سباوي الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ببومرداس. مساء الخير. شكرا على الاستضافة وتحية طيبة إلى قناة النهار وإلى كل المشاهدين. وشكرا لك أستاذ. كما يحضر معنا الأستاذ حميد برناوي الأمين العام للغرفة الفلاحية لولاية الجزائر. مساء الخير. مساء النور سيدتي الكريمة، وشكرا لك على تلبية الدعوة. لا شكرا على وجه. كما ستشاركنا النقاش عبر المكالمة الهاتفية السيدة هوارية بن رقطة، مكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، لإثراء النقاش أكثر حول هذا الموضوع. خلينا نستهل الحديث معك أستاذ حميد برناوي. مؤخرا كثر الحديث عن الوضعية الجوية في ظل نقص أمطار، في ظل ارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي انعكس بطريقة أو لأخرى على مساحة زراعية، على هذه المحاصيل الزراعية، وسط تخوف من الفلاحين. فيه تخوف أو لا؟ أكيد الأخت الكريمة، أكيد فيه تخوف، لأننا نعيش مرحلة حساسة، نعيش مرحلة تتسم بتغير مناخي جد ملحوظ، إمساك السماء، أمطار يعني كانت في بداية الموسم بكمية جد معتبرة، كانت كل ظروف توحي بأن الموسم الفلاحي 2022-2023 سيكون استثنائيا، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب. ولكن شاءت الأقدار وين يعني توقفت الأمطار، ليس هناك تساقط للأمطار، وبالتالي نحن نعيش اليوم شئنا أم أبينا تغيرات مناخية جد جد ملحوظة. وهذه التغيرات المناخية لا تعيشها الجزائر فقط، وإنما تقريبا يعني إفريقيا بأكملها وبعض البلدان الأوروبية كذلك تأثرت كثيرا بهذه التغيرات. وهذا راجع أساسا كما يعلم الخاص والعام للاحتباس الحراري، وللأسف شديد لا تساهم فيه إفريقيا يعني كلية، لا تساهم في هذا الاحتباس الحراري إلا بنسبة ضئيلة ضئيلة جدا لا تفوق 4%. حان الوقت سيدتي الكريمة حتى يعني تكون هناك استراتيجية جديدة، لابد من التكيف والتأقلم مع هذه المتغيرات المناخية، لابد لنا من عصرنة القطاع الفلاحي واستحداثه بما يتماشى مع هذه المتغيرات، والأمر ليس بالمستحيل على كل حال. طيب سيد صادق سباوي، لما نتحدث عن هذه الوضعية الجوية وشح في الأمطار، نتحدث عن هذه المساحات الفلاحية، بما أنك الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بومرداس، هل أطرت هذه الوضعية الجوية على هذه المساحات الفلاحية والزراعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه الحالة الجوية والتي أدت إلى عدم تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خصوصا مؤخرا في هذه الأسابيع الأخيرة، أدت إلى بتأثير سلبي يعني وشيء كبير يعني رجع يعني سلبي على الفلاحين وعلى المنتوجات الزراعية بصفة عامة، بما فيها الحبوب المحاصيل الكبرى سواء كانت شعير أو قمح لين أو قمح صلب، وكذلك للأشجار المثمرة، حيث كانت هناك مثل أشجار الكروم يعني العنب الذي كانت تسقى من شهر أواخر شهر جوي أوت بجرعة واحدة فقط، اليوم حاليا الفلاحين راهم يسقيو بداو السقف في قبل ما يدخل شهر ماي، يعني هذا كان استباق لارتفاع درجات الحرارة ومدة تقريبا 3 أو 4 أشهر ما تسقطتش الأمطار، هذا أدى إلى استعمال واللجوء إلى عمليات السقي. كنا من قبل أنه في مادة في شعبة الكروم يعتبر كسقي تكميلي، اليوم أصبحنا كسقي يعني كلي، أصبح يعني بدائي، نبدأ من أول البداية بدينا بالسقي. وكذلك الأمر يعني فيما لما بما أنه ولاية بومرداس ما هيش ولاية ذات طابع تاع المحاصيل الكبرى تعالى، ولكن نقول أنه ندير السقي التكميلي للقمح، القمح اللين والقمح الصلب والشعير، هذا بإمكان في المناطق، ومعروف أن المناطق الشمالية مثل بومرداس أو ولاية الجزائر ما هيش مناطق
تاع محاصيل كبرى. مثلا ولايه بومرداس لو مع حوالي 2000 قطار 2000 هكتار نتاع المحاصيل الكبرى كقمح لين وقمح صلب، الجهه اللي عندها وين يعني نشهدوا عليه ولابد ان نقول للمحسنين احسنت، اتخذت وزاره الفلاحه مع وزاره الموارد المائيه اجراءات وخصصت قيمه ما تقدر ب 300,000 متر مكعب باش توجهها كسقي تكميلي لمنتجي الحبوب، والعمليه راها ماشيه وراهم في الميدان. مديريه المصالح الفلاحيه يعني بالقسم تاع الارشاد اللي تبع الحبوب وكذلك، ومن هذا المنبر نشكرهم كذلك مكتب الري الفلاحي بمديريه المصالح الفلاحيه هو في الميدان متواجد مع الفلاحين تحسيس من اجل الري التكميلي. هناك تضافر الجهود من كل الاطراف، ولكن الجهه الذي فيها وين يديروا السقي التكميلي في ولايه بومرداس هي الجهه الغربيه، يدوا من سد الحميز فالمساحه للحبوب ضئيله جدا. اذا كان ولايه بومرداس كامل فيها 2000 هكتار، في الجهه الغربيه ما كانش حتى 300 هكتار اللي راح نقدروا نديروا السقي التكميلي. اما الباقي السقي التكميلي تاع هذاك من راح نجيبوه؟ لو نقولوا مثلا على حفر الأهبار هناك تسهيلات يشهدها له. سيد صادق سباوي، نتحدث نقطة بنقطة. تحدث عن السقي التكميلي، هذا السقي التكميلي راح يساهم اليوم في إنقاذ هذا الموسم الفلاحي بالنظر الاستراتيجية، قلت فيه كان فيه تعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة كذلك الموارد المائية حلين وزارة الري. إذا كان المورد تاع الماء موجود أكيد راح ينجح، ولكن رانا في إشكال تاع مورد المياه وين موجود الماء. باش نكونوا صراحه مع بعضنا، احنا نحكي لك على ولايه بومرداس، الفلاح اللي عنده الابار وعنده المياه ما دارش الحبوب، دار الاشجار المثمره. اللي عندهم الحبوب كاين سد الحميز، هناك سد الحميز اللي جهه تاع مثلا دائره بودوا ودائره تخميس الخشنه قدروا يجيبوا لهم من سد الحميز الكميه اللي تكلمنا عليها بيديروا السقي التكميلي الحبوب، فالمساحه قلت لك ضئيله جدا. اما اغلبيه وين كاينين واسمو ما كاش المورد تاع الماء اللي باش يديروا به السقي التكميلي. هذا هو الاشكال اللي نطرحوه، عدم يفقدوا شيء لا يعطيه، ما عندناش المورد اللي باش نديروا السقي التكميلي، طحنا في حصله ما نقدروش نديروا السقي التكميلي. ما هو كسقي تكميلي المفعول تاعو لو كان موجود المورد المائي، السقي التكميلي عنده فائده كبيره وينقذ تساقط الامطار وينقذ الموسم. طيب استاذ حميد برناوي، تتكتب نقطه جد مهمه، انه لابد علينا ان نتكيف مع هذه الوضعيه الجويه اللي تعرف نقص في تساقط الأمطار، ولا خلينا نقول شح في هذا المورد المائي. هل الأمر يتطلب علينا اليوم أن تكون فيه استراتيجية استباقية لتوفير هذا المورد المائي كما قال أستاذ صادق سباوي؟ لابد أن نعمل على هذه الاستراتيجية حتى نتكيف مع هذه الوضعية الجوية اللي قلت وضعية جوية، وللإشارة رانا نعرفوها يعني في كل سنة، لكن في كل سنة حجم تساقط المطر راهو ينقص. نعم، شكرا لك سيدتي، ولكن فقط للتوضيح قبل ما نجاوبك يعني نقطة بنقطة، والحمد لله يعني هناك عدة إجراءات وعدة خطى جد إيجابية رسمت منذ بداية 2019. حبيت نوضح واحد النقطة فقط فيما يخص الموسم الفلاحي. إذا كان نتكلم على الموسم الفلاحي ككل بما يعني يتعلق الأمر بالخضروات بالأشجار المثمرة الخضر والفواكه، الوضعية ليست مقلقة كما رانا نتصوروا ولا كما يتصوروا بعض الأشخاص. لماذا؟ مستثمري الخضر والفواكه، مستثمري الأشجار المثمرة، يعني مسبقا باش الإنسان يروح يستثمر لابد باش يكون عنده مورد المياه. ربما نتكلموا على تراجع في مستوى الآبار الأرطوازية أو حتى كانت آبار عادية، ربما نتكلموا على تراجع نسبي في مجمعات المائية الموجودة بالقرب من هذه المستثمرات. نعم يعني أشاطر هذا الرأي، ولكن لما نتكلم على شح الأمطار ونتكلم على يعني التخوف تاع المهنيين، هي شعبة الحبوب المتضرر الأول من عدم تساقط هذه الأمطار. ولكن يعني الحمد لله باش نكون الانسان يبقى يعني ايجابي في التفكير تاعو ويبقى يعني يستبشر بالخير، الحكومه الجزائريه بدايه من 2019 اتخذت عده اجراءات استعجاليه اقول من اجل التكيف مع هذه التغيرات المناخيه. نبدا لك سيدتي الكريمه فيما يخص التوجه الى تحليه المياه. افاق يعني حاليا الجزائر لديها اكثر يعني لم تخني ذاكرتي اكثر من 20 محطه متعلقه بتصفيه مياه البحر، والرقم مرشح الى يعني التزايد أكثر وأكثر. في أفاق 2030 على سبيل المثال 60% من سكان الشمال سيعتمدون في شربهم للمياه من قبل هذه المحطات.
تخيلي سيدتي الكريمة كم من كمية سيتم يعني توجيهها مرة أخرى من قبل السدود المتواجدة في السدود في الأبار إلى آخره إلى القطاع الفلاحي. الجزائر كذلك ستعتمد في السنوات القليلة العاجلة إلى إعادة رسكلة المياه المستعملة. لدينا قدرة هائلة حاليا، هناك 200 محطة متعلقة بتصفية أو إعادة رسكلة المياه، الرقم مرشح إلى الارتفاع، سيصل بإذن الله إلى أكثر من سدود إلى أكثر من 139 سد أفاق 2030. فيما يخص المياه المرسكلة أو المستعملة التي يتم إعادة رسكلتها، لدينا قدرة لا تقل عن 2 مليار سنويا يمكن إعادة رسكلتها واستعمالها كلها في القطاع الفلاحي. نحن فيه خلينا نقول موارد مائية أخرى يمكن من خلالها تغطية هذا العجز في أو حتى النقص نقدر نقول في تساقط هذه الأمطار. والنتائج ستظهر بداية من نهاية موسم 2024 بإذن الله. يعني بكل صراحة كما قال الزميل الصادق، لازم نتعلم ولازم نأخذ الدروس. إذا كانت الجزائر فعلا يعني تعتمد على شعبة الحبوب وتريد أن تجعل منها شعبة استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، لابد لنا أن ندرك اليوم أن نسبة معتبرة من المساحات المخصصة إلى إنتاج الحبوب سيدتي الكريمة متواجدة خارج محيطات السقي. يعني نسبة قليلة، يعني 4-5% من المساحات الكلية اللي راهي مجهزة بالسقي. والمساحات القابلة للسقي إيريغابل عندنا حوالي 1 مليون هكتار موجود هنا في الشمال، ولكن لابد لنا من تجهيزه. والحمد لله يعني من يعني بكل موضوعية مرة أخرى، يعني الوزارة الفلاحة وضعت برنامج مكثف، برنامج جد ثري ومنذ سنوات، ما هوش يعني وليد اليوم، تدعيم كل العتاد الذي يقتصد المياه، لاسبيرسيون لغوتاغوت لبيفو. اعتماد كذلك سيدتي الكريمة نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، هي التوجه إلى الفلاحة الصحراوية. مخزون مائي جد معتبر، مساحات جد معتبرة، 7 محيطات تم يعني فتحها وتوجيهها إلى الشعب الاستراتيجية بما فيها الحبوب. لكن يبقى السؤال دائما مطروح، وهو لابد لنا من استغلالها استغلال عقلاني فقط. يعني الإمكانيات وكل المؤشرات توحي بأنه يعني مستقبل ظاهر للقطاع الفلاحي، فقط ما نبقاوش مكتوف في الأيدي، ما لازم تكون في استراتيجية استباقية حتى نتمشى مع هاد الوضعية. طيب تلتحق بنا الآن عبر مكالمة هاتفية السيدة هورية بن رقطة المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية. مساء الخير سيدة هورية. مساء النور. طيب بداية سيدة هورية، كثر الحديث مؤخرا عن الأسباب نقص هذا التساقط في الأمطار اللي راه مربوط وعرفناه مؤخرا الارتفاع في درجات الحرارة، ما هو تفسير هذه الوضعية الجوية اللي تعرفها الجزائر حاليا؟ إذن هي وضعية جوية ليست جديدة على الجزائر ولا على بلدان العالم كلها، بما أنها حاليا أصبحت حقيقة أن كل العالم يعيش أثار للتغير المناخي. وكما ذكرت يعني ارتفاع درجة الحرارة ليس على مستوى درجة الحرارة القصوى على مستوى بلد أو منطقة، بل هو ارتفاع لمعدل درجة حرارة على مستوى سطح الأرض اللي راه مازال في تزايد وفي ارتفاع. وهذا الارتفاع وهذه الطاقة الزائدة هي اللي جعلت أن كل سيران كل كتل الهوائية مش عادي، حصل الفصول لم تصبح عادية. ويعني كان جاء في تقرير من التقارير التي يعني بعثتها المنظمة التي العالمية التي تقوم بمتابعة المناخ، في كل مرة تؤكد على أن المنطقة شمال إفريقيا سوف تكون عرضة لتذبذب في التساقط المطري، لتذبذب في الفصول، للتوزيع الغير المنتظم ذلك للأمطار. وكذلك يعني كررت مرارا أننا سوف نعيش من حين لآخر يعني موجات حر تأتي في غير وقتها. أذكر إذا سمحت سيدتي أنه ليس بعيد عن شهر ديسمبر وبداية جانفي 2023 شنا درجات حرارة فاقت 27 إلى 28 درجة مئوية على المناطق الشمالية للوطن، وحنا نعيشو ديسمبر وجانفي. يعني المنطقة تاعنا متعرفة أنه فصل شتوي، فصل نعيشو فيه درجات حرارة وموجات وبرد، ونعيشو فيه كذلك تساقط الثلوج المعتبر. إذا حاليا يعني احنا قمنا بمقارنة بسيطة لي يعني نقوم بتفصيل فصل الشتاء. لاحظنا أن فصل الشتاء 2022-2023 كان فيه شح كبير في التساقط المطري، بل كان هناك عجز
مقارنة بالشتاء السنة الماضية وحتى الشتاء السنوات الماضية. هذا أفقر فصل في التساقط المطري. إذا سمحت لي يعني الأخت ماجدة بنتحدث نوعا ما بالأرقام في فقط مثالين أو ثلاثة فقط. يعني إحنا تعرفوا بلي مصاحب الأرصاد الجوية عندها يعني كما نقولوا شبكة رصد متواجدة عبر التراب الوطني. إذا حسب المعطيات اللي تعطيها لنا هذه المحطات راح إحنا راح نشوفوا الفترة وراح يعني بما أن الموضوع هو يتحدث عن كل ما هو فلاحة. الموسم الفلاحي بالنسبة للأرصاد الجوية يبدأ أول سبتمبر وينتهي 31 أوت. إذا من أول سبتمبر 2021 إلى 30 أفريل، اليوم هو 30 أفريل 2022، نفس الفترة راح ناخذوا أول سبتمبر 22 و 30 أفريل 2023، راح نشوفوا الفرق كيفاش كانت الكميات المتساقطة. يعني في منطقة سوق هراس على سبيل المثال، كمية في الفترة الماضية كانت 923 مليمتر. نفس الفترة نفس المنطقة اليوم تقارب فقط 500 مليمتر على منطقة سوق هراس. يعني نلاحظ أنه تقريبا هو نصف الكمية اللي عشناها السنة الماضية. طيب سيدة هورية، سيدة هورية بنقطع، أفهم من كلامك بأنه هذه الوضعية اللي رانا نعيشوها مرتبطة أساسا بتغيرات مناخية، الأمر اللي خلينا اليوم لابد أن نتأقلم مع هذه الوضعية الجوية. إذا التأقلم كان لازم يبدأ من يعني بداية المؤتمرات الدولية كما نعيطهم لي كوب، الكوب 27 كوب 27 اللي كل مرة نتحدثوا باللي أنا نعيش تغيير مناخية لازم التأقلم. التأقلم ما يأتيش يعني فقط هكا نقولوا التأقلم، التأقلم لازم له استراتيجية، لازم له كما نقولوا بحث، لازم له كذلك وصول الى نتائج. واش لازم نعملوا؟ لازم نعرفوا باللي الاخت باللي كميات حاليا على كميات او وضعيات جويه متطرفه او متحر، راح السنوات القادمه كل ما هو الان متطرف يصبح عادي. الفصول راح تتغير، كل شيء راح يتغير، يعني الارقام راح تتغير، احنا لازم نتغيروا مع هذه الارقام. اذا على سبيل المثال نعطيكم مصلحة الارصاد الجويه وتتبعا لما نصحت به المنظمه العالميه للارصاد الجويه، ان على مصلحة الارصاد الجويه المتواجده على كل البلدان ان تقوم بتحسين التحذير. إذا التحذير الآن ما راحش يكون تحذير عادي كما السنوات الماضية عبارة عن نشرية فقط، بل التحذير لازم نطوروه. لماذا نطوروه؟ راح نساعدوا المؤسسات اللي عندها صلاحية التدخل في وضعية متطرفة باش ياخذوا، يعني يكون عندهم وقت باش يدخلوا، اللي لازم يكونوا مستعدين. لازم نقوموا بتحسين التحذير، أي التحذير في يعني المكان اللي يكون فيه هذه الوضعية الجوية المتطرفة، سواء كانت موجة حر أو كانت أمطار وفيضانات أو كانت هناك ثلوج معتبرة أو كانت ريعاتية. إذا كي نقوموا بتحسين التحذير راح نساعدوا، راح نساهموا في أننا نتأقلم مع ما هو استثنائي وسوف يصبح عادي بعد ذلك. أشكرك جزيل الشكر السيدة هورية بن رقطة المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية على هذه الإيضاحات المقدمة حول وضعية الجوية. أستاذ صدق سباوي، استمعت لسيدة هورية بن رقطة، الأمر متعلق بتغيرات مناخية، هل تعتقد بأنه بالنظر لهذا التغير المناخي أصبح اليوم يحتم علينا أن تكون فيه استراتيجية استباقية حتى نتأقلم مع هذه الوضعية الجوية وما يكونش فيه تأثير على بعض المحاصيل الفلاحية؟ هي كانت السيدة بن رقطة تكلمت قبيل، قالت لك لابد كنا هذه الاستراتيجيات والحذر كنا ناخذوه من يوم اللي كانت تقام مؤتمرات دولية حول التغيرات المناخية. اليوم احنا هذا يعني اللي يخلينا انه ناخذ التدابير اللازمة والعاجلة بمخطط استعجالي من اجل انقاذ الموسم الفلاحي. انا نعطيك على سبيل المثال قبل ان نروح للمثال سيد صدق سباوي وكذا الاستاذ حميد ومشاهدينا، نتوقف عند فاصل اشهر ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نجدد تحية لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. نعود لاستكمال النقاش ونمر الآن للأستاذ صادق سباوي الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ببومرداس. قبل الفاصل توقفنا عند مثال من الأمثلة كنت راح على سبيل المثال. تفضل أستاذ. على سبيل المثال قلت من بين التدابير المستعجلة الذي لابد أخذها من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي، عندنا مثلا هناك محطة تصفية المياه المستعملة برغاية
ولاية الجزائر اللي تسقي لو كان كانت لأنه كانت هذيك البحيرة القنوات موجودة وكلش تسقي ما يفوق 300 هكتار من ولاية الجزائر وحوالي 400 هكتار بولاية بومرداس. هذا اليوم هنا لابد من أخذ تدابير مستعجلة لازمة خلال أسبوع أو 10 أيام يقدروا يراكورديوها مع وين كانت البحيرة تاع الغاية ونحلوا مشكل تاع السقي في جزء من ولاية الجزائر وجزء من ولاية بومرداس. هو الحل الاستعجالي لنأخذ التدابير اللازمة. عندنا الأشجار المثمرة، عندنا كذلك سد حميز. سد حميز الناس تستعمل المياه، احنا قلت لك باللي ما عندناش اكثر من 250 300 هكتار في الجهه الغربيه تاع حبوب. عندنا الاشجار المثمره اللي ربيناها في خلال 30 سنه 25 سنه راهي هذه لما سقيناهاش تروح، يعني راح نضيعوا انجاز اللي حققناه في مده. لما لا توزع للفلاحين جرعه، ما نحوسوش على المنتوج، نحوسوا ننقضوا الشجره اللي ربيناها في مده 20 سنه كمنتج واسمو الحمضيات. عندنا الخوخ، عندنا كذلك العنب الكروم، هذه اخذ التدابير اللازمه. الا كان لدينا 300 الف متر كوب للحبوب نزيدوا لهم 300 الف متر كوب، نعطيهم جرعه من اجل انقاذ الشجره ماشي المنتوج، ما مشي حوسه. وكذلك ناكد على البحيره وتصفيه تحليل المياه نتاع. بمعنى كاين اجراءات اخرى نقدروا نعتمدوها لانقاذ الموسم الفلاحي في ظل هذا النقص في الامطار. نزيد لك نقطه اخرى، كذلك عندنا ثلاث سدود بولايه بومرداس، سدود فيها المياه والقنوات مهترئه مكسره، ما همش يستعملوا راه الفلاحين يستعملوا تيو تاعهم الفوق يجبد الماء، وتكلمنا عليها منذ عده مرات. اليوم هنا اضطرينا وين ولي نحتاجنا، لو كان لقيناها نديروا بها السقي التكميلي. نزيد نروح كذلك نقطه اخرى، احنا فيما يخص حفر الابار ومعدات السقي، كان الزميل المحترم قد اثلج صدري بان هناك برنامج لدعم معدات السقي وكذا. سي حميد، البرنامج معدات تدعيم معدات السقي راهو مجمد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جمدته من أجل تغيير أو تعديل في البرنامج أو تعديل في الصندوق، ولكن رانا متأخرين. اليوم الظرف لما البرنامج كيجينا اليوم يجينا رانا متأخرين. كان البرنامج نومه في فيفري يحبط ويبدأ العملية نتاعو، كان هناك دعم، نحن ما نكروش دعم في حفر الآبار بالنسبة 50% بالنسبة لا خلينا من رخص الدعم المادي، الدعم المادي رخص سارية المفعول إلى يومنا هذا. حفر الآبار الارتوازية كان فيه انشغال العديد من الفلاحين، كانوا يطالبوا بالتسريع. لا شوف الحفر تاع الآبار عنده مدة تقريبا سنة أو ما يفوق، هناك راها عملية وتيرة سرعة جد عادية ويعني مستعجلة، راها الأمور ماشية الحمد لله. ولكن كان هناك الدعم المادي لحفر الآبار، لحفر الآبار الارتوازية والآبار العادية، وكذلك حفر واسمه الدعم في قنوات السقي بالتخطير القوتاغوت، في الرشاشات كان دعم، في المدخات المائية كان الدعم، في القنوات. اليوم أصبحنا مجمد هذا الدعم، وممكن يجينا على أسبوع ولا على شهر، ولا تماطلنا بالك نجيبو على شهر ومن بعد وين يولي الفلاح كيدير ملف باش يستفيد من محرك ولا من القوت. خصوصا اليوم لازم نلجأ إلى اقتصاد المياه، لابد خلاص نروحوا للسقي بالتقطير. إذا كان هذا الملف درته أنا وتحصلت على الدعم هذا في أوت ولا في سبتمبر، ما عندي ما ندير به. لابد من رفع التجميد على الدعم في معدات السقي لأن نقدروا في خلال 48 ساعة ونأمروا الإدارات. إذا كان لازم منا نخدمه كإدارات كفلاحين كاتحاد كغرف نتجندوا ونديروا تحسيس باش الفلاحين للملفات هذو خلال أسبوع المدير الملف تاعو يستفيد من الدعم، لأنه حتى ويجيب رخصة لحفر الآبار ماهوش بالهين وماهوش بالسهل باش يحفر بير ارتوازي. من حيث الماديات لابد يكون هناك دعم تاع الدوله ماشي، ويكون كذلك القرض الكريدي لي في البنكة موجود باش يكون باش ننقضوا الموقف، ديروا لها حاله خاصه، اجتماع خاص، حاله استثنائيه، ويكون حل استعجالي خصوصا رفع التجميد على معدات السقي، على دعم معدات السقي. استاذ حميد، نفس الانشغال الزميل محترم ورأيه محترم على كل حال، هو ربما راه يتكلم أولا إلى لاحظتي على مستوى ولاية، وأنا خذيت الإشكالية على مستوى الوطن وتناولت الموضوع يعني بصورة وين تتمشى مع الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة الجزائرية والجزائر ككل بداية من سنة 2019.
أشاطروا في بعض الأمور ونشجعوا الحماس تاعه إلى آخره، ولكن شئنا أم أبينا استراتيجية التأقلم مع المتغيرات المناخية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى دراسات، والحمد لله عدة مشاريع هي سارية المفعول. الاستثمار في السدود، الاستثمار في تصفية مياه البحر، الاعتماد كذلك على إعادة رسكلة المياه، الإسراع في منح رخص من أجل حفر أبار أرطوازية لفائدة المستثمرين، والعديد من المستثمرين لم يلجأوا إلى هذا الدعم، وإنما بشروا مباشرة أعمالهم، والعملية سارية المفعول في الميدان. أذكر وأعرف وأنا على علم وعلى دراية وبكل موضوعية، إن الله شهيد عما أقول، عدة مستثمرين بدأوا ديجا في حفر الأبار الأرطوازية تحهم على يعني على مستوى عدة ولايات، وخاصة فيما يخص الأشجار المثمرة إلى آخره. تبقى الآن الإشكالية كما قلت يعني بكل موضوعية مرة أخرى، أن المتضرر الأكبر من شح المياه ومن المتغيرات المناخية هو شعبة الحبوب. شعبة الحبوب نسبة معتبرة من المساحات هي خارج محيطات السقي، حتى وإن تناول أصحابها رخص حفر الأبار الأرطوازية، هناك قوانين، هناك تشريعات وين تقدر تسمح باش تحفر بير أرطوازي، وين ما تحفرش، وإن حفرت ما تلقاش الماء. المهني يعرف هذه خل مني إلى آخره. اليوم باش نواجه هذه الإشكالية هذه، باش نكونوا موضوعيين وباش نساهموا في لأنه هذا الإشكال استسمحك أستاذ حميد، كما كنا نستمع للسيدة هوارية بالرقطة، راه يزيد عام عن عام. أكيد. يعني ذكرت النسب تاع تساقط الأمطار في بعض من ولايات الوطن راهي تتناقص عام عن عام، الأمر اللي يطلب منا أنه تكون استدراك هذا الأمر وتأقلم مع هذه الوضعية الجوية. نعم، الاستدراك كيف يكون؟ نعطيك النقاط يعني بالمختصر باش ما نحتكرش الكلمة. الاستدراك أولا أو التأقلم يكون بضرورة عدم تبذير المورد المياه، اللجوء إلى كل التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تسمح لنا باستغلال مورد المياه. نقدر نقول أنظمة السقي المقتصدة للمياه، بارك الله فيك، بلغة الأرقام راهي توفر نسبة تصل إلى حوالي 70% من هذا المورد المائي. 70%، نعم. التأقلم كذلك مع هذه المتغيرات والاستغلال أو استعمال الفلاحة الذكية. هناك تقنيات جديدة، هناك أصناف، هناك يعني عدة أمور لتخلينا نستغلوا البوتنسيال اللي عندنا بطريقة ذكية وبطريقة مقتصدة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني. كذلك بالاستراتيجيات هي استغلال مورد المياه الموجود بالصحراء. خذينا ربما وقت طويل أخت الكريمة 30 سنة باش قررنا وين نعم يمكن تطوير قطاع فلاحي خاصة في الشعب الاستراتيجية بالجنوب في بعض المحاصيل، بارك الله فيك، لتعرف إنتاج وفير في بعض ولايات الوطن خاصة الجنوب منها، يحقق ويتمشى مع التنمية المستدامة أولا، خطر عندنا دي جينيراس اللي جاي لازم نخمموا فيهم، يتمشى كذلك مع الأمن والسيادة الوطنية اللي هو الأمر متعلق كثيرا بشعبة الحبوب وأصنافها، شعبة الأعلاف، لأنه تطوير الألف مثلا سيساهم بطريقة جد ومعتبرة في توفير الموارد أو الثروة الحيوانية بأثمان معقولة، لأنه حلقات راهي مرتبطة اليوم، بدأ الحديث اليوم مبكرا على عيد الأضحى مع عيد الأضحى. دونك أنا نظن وبكل موضوعية أنه فعلا هناك خطوات عملاقة قامت بها الحكومة الجزائرية، التجسيد ثم التجسيد والإسراع في هذا التجسيد ما نبقاوش يعني كلام على حبر. طيب سيد صدق سباوي، خلينا نقولوا في ظل هذه الوضعية، هل في بعض المحاصيل الزراعية محاصيل فلاحية راح تتأثر، أم أنه اللجوء إلى سقي تكميلي وحفر الآبار والاعتماد على مورد مائي عوض نقص الأمطار يخلينا نتفائلوا 100% ونقولوا ما نخافوش على محصولنا الفلاحي؟ عندي واحد التعقيب، تكلم الزميل قالك أنه السيد سباوي راح يتكلم على ولاية بومرداس، ندرت المعاينة على شتها عندي، أما مشكلة اللي موجود في بومرداس موجود في بسكرة، موجود في أدرار، موجود في كل ولايات، ولكن احنا لما استضفتونا للقناة النهار اليوم من اجل الاقتراحات اللي نقدموهم باش اسمه وما جاوبش، ما ممكن قولني شيء اللي انا ما قلتوش، لانه رايي وراي محترم على كل حال، بارك الله فيه كي يحترم رايي، ولكن الشيء اللي نوضحه لزميلي انه البئر الابار الارتوازيه راني نشهدها الساده الولات يعني تقريبا من كل الولايات، كان تدخل، كانت اوامر من السلطات العليا البلاد من اجل تسهيل وشراء مطبق ميدانيا، ولكن لازم نقولوا الحقيقه، الحفر تاع الابار راه يكلف الفلاح، والدوله الجزائريه دارت دعم نسبه 50% في حفر الابار،
وراهم جمد لابد من انا مانيش نقول جمدوه نقمه راني اطالب من هذا المنبر واناشد بالاسراع والاستعجال في تفعيل اليات دعم معدات سقيا سي حميد. انا ما قلتش ماهيش اسمح لي باش نتكلموا انا ما رانيش سلبي انا راني نتكلم على الايجابيات وهذه بلادنا ونتحاموا وكاع نبنوها ونبنوها بالحقيقه ما نمشي بالكوستات المعاينه موجوده وكم الناس تعرفها المعاينه خرجت من يد الفلاحين ولا الادارات ولا هيئات تاعها خرجت للمواطن الجزائري اللي ما عندوش علاقه بالفلاحه راه يمر اليوم في الطريق شوف الجفاف رانا تكلمنا الاثر راهو على الحبوب حقيقه والحبوب هي الاولى وهي من منتوج سيادي ولكن كذلك الاشجار المثمره اللي انتجناها وكبرناها خلال 30 سنه و25 سنه راهي مهدده باش تنهار لولا مخطط استعجالي يبدا من الحشي اللي موجود في يدنا هو رفع تجميل الدعم اللي راه مجمد في معدات السقي كذلك قلنا باللي بعض السدود بما يخص انه في معاكس ماشي بومرداس الجزائر العاصمه الى وين هناك دارت محطات لتحليه مياه البحر صافي راح توجه الماء الشرب المياه المستعمله في الحاليه الموجوده في السدود باعداد مخطط استعمالي استعجالي لاستعمالها في السري الفلاحي نعطيك سبيل المثال في ولايه بومرداس وكذلك في ولايه الجزائر وبلغ ممكن في تيبازا في مده ما يقارب 30 سنه وزاره الموارد المائيه ولا مديريه الموارد المائيه ما دارتش في ولايه بومرداس برنامج خاص بالري الفلاحي نقولوها لابد من اعداد مخطط استعجالي للموسم الفلاحي انه الامر يطلب تدابير استعجاليه لتدارك هذه الوضعيه اللي موجوده بيدنا مثلا رفع التجميد على دعم معدات السقي من بين راكو طالبوا من بين راكو طالبوا 48 ساعه يرفع التجميد على هذا ونبذلوا جهود كاع مع بعضنا ونوقفوا باش ننقذوا الموسم الفلاحي ان شاء الله يا رب. اشكرك جزيل الشكر استاذ صادق سباوي الامين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري ببومرداس كما اشكر الاستاذ حميد برناوي الامين العام للغرفه الفلاحيه لولايه الجزائر شكرا, جزيلا لكم على كل التفاصيل اللي قدمتوها حول الموضوع شكرا لكم مشاهدينا الى هنا نصل واياكم الى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات اطيب المنى في امان الله.